وشعبك يبادلك الولا ويقسم على هذا قسم صبيان يكبر الشيب. والخير فيها دوم ساد ما حد يشكي من ظلم صبيان يكبر. والله هذا اليوم لا يقل اليوم عن يوم بداية السبعينات في النهضة المباركة، وأيضا يعتبر هذا اليوم يوم ولادة جديدة للنهضة المباركة وولادة جديدة أيضا لعمان بذكرى سلامة مولانا حفظه الله. وقد كانت الناس في شغف، وأيضا تناقلت كثير من الأخبار العالمية وغيرها، وخروج مولانا حفظه الله وبثي للخطاب بعث الأمل وأحيا ناس كانت يعني تحيطها كثير من الشائعات، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالحقيقة عندما طلت علينا شخصية صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أهلت العين دمعا ورقص القلب فرحا بطلة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. نتمنى من المولى عز وجل أن يديم له الصحة والعافية الدائمة بإذن الله سبحانه وتعالى. القرمني كلنا بك نشيد، من حل بك نسل السلاطين، ألمانيا هات النبى الريد، علم أن يفرح الملايين، وش حال أبونا هل من يديد، يعني متى بالدار هتزين، والله وحشنا وشوقنا يزيد، لكن مدام بخير راضين. عودتك يا سيد الوطن عيد، والشعب يبغي العيد عيدين، نور ديارك يا بن سعيد، مطاك وسط القلب والعيد، برض المطار والإيد بالإيد، نرقب وصول أبو جناحين، الطاير للميمون يا سيد، عرج لنا شلة محبين، ألمانيا هات النبى الريد، علم يفرح الملايين. وسلامتكم. والدي سيدي يا أبي قابوس، والدي سيدي يا أبي قابوس. شغال شغال ابو سعيد، سوى الخاتمة. Roar!
انا ابو يسوي تات تات. هدافات بسيطة. أفراح ومسيرات في مختلف ولايات الظاهرة. فرحتي ما توصف صراحة، يعني أنا من أمس واليوم عايشة أسعد أيام حياتي، يعني أني أنا عرفت أن صاحب الجلالة بخير، ولما شفته يعني كأني شفته أول مرة، يعني كنا عايشين يعني ننتظر، يعني ما أدري ما أعرف، كل يوم يطلعوا لنا إشاعات أن صاحب الجلالة بيوصل ونستعد ونفرح. كيف تكون هذه يعني السعادة لما تكون فرحان ويقولوا لك والله هذا الخبر مو بصحيح، يعني كأنك أبو يعني غايب عنا ونشوفه والدموع تنهل، وخرينا كلنا نصيح حريم ورجال. كنا في اجتماع صراحة، ولما سمعنا الخبر يعني تركنا الاجتماع ورحنا للتلفزيون كأنه يعني نشوف هذا الإنسان لأول مرة، وكأن أول مرة يعني يحكم عمان، وكأن عمان يعني صراحة أمس يعني عن بكرة أبيها يعني كانت أسعد أيام حياتها. Thank you.
هذه المناسبة الطيبة يسرني أن أقدم هذه القصيدة كمشاركة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخبر الذي تلقيناه، إن صاحب الجلالة حفظه الله أمن الله عليه بالشفاء، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلينا مشافا معافا بإذن الله تعالى. وهذه القصيدة: بطلتك مولاي ريحت النفوس، والفرح خيم على شعبك وزانه، ننتظر لقياك في عيد الجلوس انتظار الوالد بلطفه وحنانه، نور دار العز يا شمس الشموس، يا حبيب الشعب وجدانه وكيانه. والثانية: بطلتك مولاي ريحت القلوب، أربعة أشهر وشعبك ما استراح، في غيابك شمس شعبك في غروب، وخمسة نوفمبر علينا النور لاح، في غيابك أنبر الجرح العطوب. أهدي سلامي للمعظم يا بشر، سبحان من كمل علينا نعمته، على الجلالة ومن ما عنده محتضر، ومن مستمع قولي ومن اللي بحضرته، سلطاننا قابوس ما حات الخصر، قيم مزاين العدالة بالإذاه، من خثمة ملاحة إلى أقصاها مصر، استدانت واستقامت طائعة، تحرزي عمان من حال الخطر، والنشامة بالنفوس مضحية، يا ويلي ويلي اللي عصاه ما يختبر، ما يختبر يلي عليه مكونة، واللي يخون عمان يصبح ما يله مكر، إلا حطيم النار تاكل عضوته، وصلاة ربي على النبي خير البشر، تسجد حل المولى يبال وشيرته، وسلام حضرة. يا مرحبا مرحبا في هذا اليوم المبارك الأغر الميمون، خرج المواطنون معبرين عما تكنه صدورهم وقلوبهم
من فرحة وتهنئة لمولانا قائد النهضة المباركة صاحب الجلالة قابوس بن سعيد سلطان عمان المعظم، وكذلك مهنئين له ومباركين بالنتائج الطيبة ولله الحمد. الحمد لله الكريم رب تنزه للصفات يا رافع العرش العظيم من بعد سبع عاليات هواب صلوا على سيد البشر ختم الرسل والمنزلات يشفع لنا يوم الحشر في يوم تبلى الذاكرات يا موطني بالعز دوم لك راية بين النجوم نالت علو الطائلات والملك لله دوم هبت تحيي بن سعيد شهم تحدى المعضلات في مقدمك ذي اليوم عيد سعد النفوس العامرات يا مرحبا بعالي الأصول نقل الصناديد الكمام بين الكواكب والفصول قابوس حسن المكرمات المسلمين كبر